ماله طبعا اكيد، ويمكن نتكلم في كذا نقطه كمان مهمه، منها موضوع الفار ده. يعني عايزين نعرف ايه الموضوع بقى، ان هو ذكر يعني سريعا كده. بص يعني هو يعني انا شايف موضوع الفار ده يعني ابتدى يبقى دمه تقيل قوي صراحه، يعني وفقد الحكام كمان الثقه في نفسهم. وانا ببقى يعني حاسس كده وانا بتفرج على المباراه، اي حكم بيبقى نازل معتمد اعتماد كلي على الفار، يعني القرار بتاعه روح طالع قرار عارف انه ممكن يرجع فيه وممكن ياكده. كمان الوقت اللي بياخدوه كتير قوي في يعني طبعا. بيحصل حاله من الملل، انت عارف اللعيب في الملعب مع الحماس ومع الحركه وبتاع، لما تيجي توقفه مره واحده دقيقتين ثلاثة أربعة بيبقى 6 دقايق كمان، ست بتبقى حاجة مملة. وبيحصل مع أجوال الأهلي مينلي يعني لو بنسبة أكبر، فالموضوع غريب فعلا يعني. المباريات المتبقية الأربعة بداية من المباراة النهاردة محتاجة تركيز جامد من الحكام، لأن أي خطأ ده ممكن يخسر فرقة بطولة. وزي ما قلنا لسه قبل المداخلة إن الناس مش مستحملة، فمفيش مش عايزين حد يشيل الليلة زي ما بيقولوا. كل واحد يعمل اللي عليه ويركز تمام في الشغل بتاعه عشان تقدر يعني نقدر نعدي بقى بالعشر أيام اللي جايين دول. مظبوط جدا.